بعدين حقيقة إذا رجعنا للتاريخ من عام 1975 لعام 1980، أكثر دولة أوروبية شرقية ورأس الاتحاد السوفيتي آنذاك كانت تعطينا منح طلابية وعلاجية. منح طلابية حتى التعليم العالي اللي الدكتوراه والماجستير كانوا يعطونا منح، وصلت سنويا يعطونا ما بين 400 إلى 300 منحة سنوية. وهاي طبعا المنحة الطلبة يجوا يدرسوا ما يدفعوا ولا شيء، سوى انه الطالب احنا نعطيه 100 دولار بس مصروف شخصي له، وانما العلم والتعليم والبراكتيك حتى. وكان في دورات بسموها الكومسمول، يعني اللي هي الثقافة والاقتصاد كان كمان اذا درسوا لنا اياه. حتى في يعني معظم جرحانا كان يتعالجوا في رومانيا، وفي في عندهم كان اللي هو النقاهة يعملوا فيها فيزيوثيرابيا اسمه في بوخارست مركز الأوتوبين. هذا كان يعني لنقاهة الجريح أو المريض أو اللي هو بعد ما يخلص يقعد في الأوتوبين، يقعد له شهر زمان أو شهرين حسب الحالة إيش بيقرر الطبيب تاعه يعني اللي هذا. فكان روماني كانت فتحة ذراعيها لنا. يعني أنا ببالغش، كنت أنا ذاك أنا لسه مش متجوز خاطب، أعطوني فيلا من 3 طوابق في أرقى حي اسمه حي الداخلية في بوخارست، فيلا 3 طوابق وفرشوها، أنا ما حطيت فيها مسمار. هذه كانت من الدولة منحة لإلي. وأعطوني سيارة داشيا موديل سنتها داشيا اللي هي الرينو الفرنسية كانوا هم يصنعوها آنذاك. الرومان يشهد لهم بأنهم أعطونا في هذيك الحقبة أكثر ما أعطانا العرب من منح دراسية ومنح علاجية وتسهيلات كثيرة بدون ما أذكر، لأنه هاي من الأسرار الحركية اللي الواحد ما بيقدر يحكي فيها.